السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي المغاربة، حياكم الله في هذا الشهر المبارك. أخوكم عبد العزيز جعينة من مدينة تازة مواليد 1971. جيت لهنا هذه شهر و15 يوم، وهذه شهر وأنا معتصم هنا في باب الإقامة، بحكم أننا عندنا واحد الشقة هنا كنمتلكوها. هذه الشقة هذه اللي كنا ورثناها على واحد مرحومة، واحد الأخ ديالنا. حنا أربعة ديال الرجال وثلاثة ديال البنات. المشكل اللي واقع لنا مع هاد الشقة هذه هو أن الشقة هذه بحكم العقدة اللي فيها مكرية لواحد جوج ديال المحامين، واحد في المحامين خرج دار واحد الإشهاد على أساس أنه راه غادر في 2017، بقى عندنا واحد المحامي هنا. هاد المحامي اللي بقى هنايا ما كيلتزمش بأداء الواجبات ديال الكراء المتمثلة في 4200 درهم، كيتماطل، زائد انه استغل الحاجه ديالنا والضعف ديالنا والفقر ديالنا وحتى الجهل ديالنا بالقانون، بحكم انه رجل قانون وكيعرف كيفاش يتحايل على القانون. استغل الفقر ديالنا ولا كيدير علينا تبرئه الذمه على اساس 2100 درهم، على اساس انه يخلص غير 2100 درهم، رغم ان الضريبه ديال هاد الدار هذه ب 5500 درهم. التقييم العقاري ديال هاد الشقه هذه كيقول 130 مليون ديال السنتيم، الثمن ديال هاد الشقه هادي 130 مليون ديال السنتيم. واحد الوقيته قال لك انا نشري عليكم، هذا السبب اللي ما خلناناش نديروا معاه حتى شي اجراء، قال لك غادي نشري عليكم، صبروا عليا واحد شويه وتعاونوا معايا وانا راه غنشري عليكم. بون السيد من 130 مليون اللي هو التقييم ديال العقار وصل معنا ل 50 مليون. قال لك اخويا اخر انا غنشري عليكم، كنمشيو 7 شهور 8 شهور. كاين الاخوان عندي اللي كيجيو من وجده، عندي جوج ديال الاخوان كيجيو من وجده، كيقطعوا المسافة ديال 700 كيلومتر ألي 700 كيلومتر روتور 1400 كيلومتر. كاين واحد الأخت حتى هي من ذوي الاحتياجات الخاصة كتجي من العيون ديال من العيون ديال وجدة. عندي واحد الشيخ كبير بحكم أن الإخوان ديالي الله يكون في عونهم كلهم كبار، أنا هو الصغير فيهم وكلهم كلهم كبار وأنا هو الصغير فيهم، ما يحسنون القراءة ولا الكتابة، يعني مخير فيهم دخل الكوميسارية، أنا بغيت يصوب لاكارت ديالو. دابا الرسالة ديالي موجهة للناس ديال القضاء، واش المشرع المغربي اللي خلا واحد الثغرة كبيرة في القانون كتقول بأنه إلزامية المحامي في الدعاوي المدنية؟ هذا مشكل كبير، هذا خطر كبير على المالكين اللي خاص إعادة النظر فيه. كيف يعقل أنك كتلزمني بمحامي؟ أنا كيف كتشوفوا الحالة ديالي معوق، ما عنديش باش نتعشى، وأنت كتقول لي إلزامية المحامي، وإلزامية المحامي خصك تجيبو خارج هيئة الدار البيضاء، يعني خارج هيئة الدار البيضاء خصو الديبلاسمون ديالو، خصو باش يتنقل. هنا في الدار البيضاء حتى شي محامي ما كيبغي يواجه الأخ ديالو، هذه معروفة. راه الطبيب ما كيواجه الطبيب، محامي ما كيواجه محامي، رجل الأمن ما كيواجه رجل الأمن. هنا كنوجه الرسالة ديالي للسيد وزير العدل، والسيد الوكيل العام ديال المملكة، والسيد النقيب اللي عجبا أنا شهر وأنا هنا. سبق القناة ديال أش واقع زارتني هنايا هادي شهر ويومين، باش زارتني القناة وكنت داخل في اعتصام مفتوح اضراب على الطعام 8 أيام، حتى دخلت الجمعية ديال حقوق الإنسان باش رفعت لي اضراب على الطعام. الإشكال اللي كنقوله أخوتي المغاربة، وهذا محامي المفروض أنه يدافع علينا، راه محاميين المفروض، راه أصحاب البدلة السوداء راه المفروض أنهم كيدافعوا على الحق ديال المواطنين، كيجيبوا الحق ديال المواطنين، ما كيتعداوش على الحق ديال المواطنين. أنا ما كنعموش، كاين الرجال القضاء وكاين المحاميين النزهاء، لا مجال. هذا السيد هذا كيتحمل مسؤوليته بوحدو، ما كنحملش مسؤوليه المحامين كاملين، كنحملها لهذا السيد هذا، لان هذا لا يمثل احد، هذا يمثل نفسه. كيف يعقل انك استغليتي الفقر والضعف ديال واحد العائله كامله، وهذه من 2017 وانت كتماطل علينا بفلوس الكرا لدرجه انه وصلت عندك 24 مليون و 8000 درهم ديال الكرا، من بعد ملي كدير في الثاني 2018 ملي كدير تبرئه الذمه على 2100 درهم، وحتى ديك 2100 درهم ما كتخلصهاش. ملي صيفطت لك الانذار عبر المفوض القضائي بالاداء والافراج، نطي انت كتعين محامي
وحتى انت مصيفط ليا مفوند كنقول انا راه غادي نخلص لكم واحد 23000 درهم كتسالوها ليا ولا ما بغيتيش تخفتها غير رميها الصندوق ديال المحكمه. الا حنا بدونا نحكوا القانون راه بحالي بحالك، كون محامي كون وزير كون اللي يعجبك، حنا بدونا نحكوا القانون راه حتى واحد ما كيتكال، حتى واحد ما كيتهضر، حنا المغاربه كنسمحوا ولكن ما كنتكالوش. اخر رساله غنوجهها لجميع المسؤولين وبالاخص رجال القضاء او اللي عنده سلطه على هذا السيد هذا تربطوا به اتصال، او السيد النقيب اللي انا شهر وانا جالس هنا والسيد النقيب ما فراسوش الخبر، زعما حتى شي محامي ما ضرو خاطرو عيط على النقيب قال له حل المشكل ديال ذاك الملحق اللي جالس بلا باب ديال ابارتمون في الشتا والبرد والجوع. العنوان هنايا شارع 11 يناير زنقت الوحده، شارع 11 يناير زنقت الوحده. حنا ما كنسميوش لان حنا انا ما جيتش هنا باش نشهر شي واحد، انا جيت هنا كنطالب بالحق ديالي. لان السيد هذا راه شهر بيا ملي جلسني هنا في الزنقه، انا ما عرفني حد اش كان اكل اش كنشرب، ولكن هذا السيد هذا راه تعدى علينا. الا كنقول كاين قانون في البلاد، كاين دستور، كلنا سواسيه امام القانون. وسيدي عجلوا المساطير ديالكم، صيفطوا لنا الوكيل السيد الوكيل الملك، يصيفط الناس ديالو لانه هو عنده سلطه تقديريه وعنده سلطه اختصاص، يصيفط الناس ديالو. انا مشيت سنه نجي للمحكمه، انا ما عنديش، كاين ولوجيات بعدا عندكم دروش في المحكمه، ما عنديش منين ندوز لعندكم. واش غنجي لباب المحكمه ونبدا نقول انا مزاوق عيطوا لي الوكيل يهود عندي؟ الوكيل اذا كان الوكيل في راسو الخبر، واذا كان السيد النقيب في راسو الخبر، يتحركوا عاجلا لان هذه راه غتولي قضيه راي عام وطني. هذه المساله ديال انسانيه المحامي كتلزمني انا معاق ما عنديش، وكتلزمني بالمحامي. وسير جيبو خارج الهيئه ديال الدار البيضاء، هما راه كيتبابلوا مع بعضياتهم. هو راه الى عيطت على محامي جيو 10، وانا منين غنجيب هذا المحامي هذا؟ باش غندير هذا المحامي؟ كيقول لك 10000 درهم وتسنى وغيبقى يباطل فيك شهر وشهرين وثلاث شهور. القانون راه واضح في هذا الباب، القانون 67/12 راه واضح في هذا الباب، كيقول لك الانسان اللي ما كانش كيأدي او كيتماطل في الاداء ديال السمه الكلائيه يخرج من حالاته. وإلا هذا السيد هذا المالكين في القانون، هي كنقول هذا هو القانون، هنا ما كانش فيه التغارات والتحايل، كنقولوا المالكين. انا كيفاش كيعقل انا ساكن في كروسه؟ كيف يعقل انني ساكن في كروسه والدار ديالي ب 100 مليون؟ هذا راه الجهل، هذا راه ماشي غير حقره، هذا راه كتوصلوا بنادم كتدفعوا بنادم للانتحار، انتم كتقلبوا تدفعوا بنادم للانتحار. انا ساكن في كروسه، لا يعقل انني نعس انا في كروسه والبرد والشتاء والسيد شادي الدار ب 100 مليون، لا هو يؤدي ثمن واجبات الكراء ولا هو يريد ان يضع حل للمشكل. اخر كلمه، الله ينصر الرجال الاحرار ويسر المغاربه الاحرار والشرفاء الاحرار اللي عندهم غيره على هذا الوطن. حنا بلاد ديالنا عزيزه علينا وضحينا على قبل البلاد ومستعدين نوصلوا فين بغاو على هذه البلاد، ولكن باش يحتقروا لهذه الدرجه وبحكم انه رجل قانون ومحامي وكيعرف، راه انت خصك تدافع عليا حقي، راه المفروض فيك انت تعاطف مع الحاله ديالي. حتى انا ما عنديش باش ندير محامي، انت تدخل واجي دافع عليا ورد لي حقي، ماشي تستولي لي على الدار ديالي من 2017 وحنا سبعه ديال الورثه كلنا مشردين، انا هو الصغير فيهم. راه عندي والد في عمره 82 عام جاب العكاكز، راه عندي اخت مداوي الاحتياجات الخاصه بالعيون ديال وجده، باش جي دير 4 دريال ديال الكراك تقطع ماراثون ديال راهم قطعوا ماراثون ديال 9000 و 10000 كيلومتر، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخر كلام باش ما نكثرش على اخوتي المغاربه، راه هذا المشكل ماشي غير عندي انا، هذه الزاميه المحامي في الدعوه المدنيه راه طايحين فيه المغاربه كاملين. راه المشرع المغربي خلى واحد الثغره اللي المالكين كيضيعوا فيها الزاميه المحامي. وهذا محامي، انا منين غنجيب له محامي؟ محامي منين غنجيب له محامي؟ انا منين غنجيب له محامي؟ هذا السؤال مطروح، منين غنجيب له محامي؟ وكنتمنى من السيد النقيب توصلوا الرساله ويستدعي هذا المحامي، لان هذا راه كيسيء المهنه ديال المحاماه، واللي هي من على ما اظن من اشرف المهن، والثقه ديالنا في العداله والثقه ديالنا في القانون راها كبيره. وكنتمنوا ان هذا السيد ما يكونش هذا سبب اننا نفقدوا الثقه في الدوله ديالنا ونفقدوا المصداقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.